السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة من الله عز وجل. احنا النهاردة موجودين في معصرة من اهم المعاصر الزيتون في مطروح، وهي معصرة عجيبة. طبعا احنا موجودين النهاردة عند عجيبة عشان برضو في منتجات جميلة بتتميز فيها. طبعا ده الطريق كده الى عجيبة ويمين الى الغرام. طبعا زي ما انتم عارفين كده قدام الوحدات العسكريه، للي ما يعرفش زي ما انتم شايفين اهي، وهتلاقوا معصره عجيبه. ما شاء الله معصره عجيبه بتتميز بحاجات كده جميله كده، تعالوا نشوفها مع بعضينا ونسلم على الشيخ نصر الدوارة. اسم حضرتك؟ اخوك علي صابر، معصره عجيبه. اهلا وسهلا استاذ علي، الله يحفظك. الله يبارك. طبعا دي المطحنه بتاعت الطحينه اللي بتحول السمسم الى طحين، صح كده؟ بص زي ما انتم شايفين كده السمسم صافي، زي ما انت شايف نظافه السمسم ما شاء الله، اي درجه ما شاء الله. طبعا خرف الصنعه في السمسم ما شاء الله. في الاخر يبتدي الطحينه تخرج من طب عايزين نعرف الناس منتجاتنا ايه هنا في المعصر. والله احنا نتميز بايه؟ نتميز ماتيريالاتها الطبيعيه. تمام. احنا طبعا التخصص الاول في الزيتون. صور زيت الزيتون. ما شاء الله حاجه كده طبيعيه كده، تحط السمسم يطلع لك ايه؟ الطحينه كده على طول كده. تسلم ايديك. تسلم ايديك. احنا منتجاتنا بمعنى ايه؟ هي منتجات احنا بناخذها لنفسينا. تمام. ما عندنا فرق. انا خلص الطحينه قصد عندي في البيت باخذ من الرف. اكيد ما شاء الله، ما عنديش منتج مخصوص ليا والناس ليا منتج. ما شاء الله عليك. احنا بناخذ واخواتنا واهلنا وناسنا، ولله الحمد السعر اسعارنا اسعار اهل البلد وضيوف البلد واحد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طب السعر كم بدنا نشي؟ سمسم 55 بدون اضافات. ايوه بس الزيتون هذا جديد ما شاء الله. بالجديد ما شاء الله ما شاء الله. رحمه جديد ما شاء الله. كل طعم ما يتخطى ما شاء الله ما شاء الله. الزيتون قوي لكن هنا تحب. تسلم عليك تسلم عليك. بسم الله. جميلة جميلة والله. تسلم عليك والله. احنا عندنا الطحينه، انا طحينه السمسم وفي اللي هو المقاس الاصغر منه اللي هو الربع. ايوه ده النص ونص. وانا زيت السمسم. هل ده عصر على البارد؟ كله على البارد. وده زيت جوز الهند. الشيخ ايوه، الناس دي في منتهى الاحترام. الله يحفظك. حاجتهم جوده ما شاء الله، ويعني حاجه جميله. انا عن نفسي باخد حاجتي كلها من هنا. كتير ما شاء الله. ايه بقى اللي نقول للناس تعالوا جربوا ايه من معصره عجيبه؟ كل حاجه يعني. خدت زيت جوز هند، خدت طحينه، والطحينه بتتعصر قدامك وانت واقف. ده حقيقه. زيت الزيتون، البلح، العطاره، وبعدين مش ليا لوحدي. أيوه. يعني انا مثلا اخواتي بقى وبناتي واولادي، اول ما باجي مطروح يا بابا ما تنساش تجيب لنا الحاجه. لازم تيجي هنا يعني. لازم عجيبه. يعني حتى اوقات في ناس بتقول لي مثلا طب انهي معصره افضل وكده، برشح عجيبه. انا برشح عجيبه على طول. ما شاء الله. يعني الناس محترمين جدا جدا. لا هو سيبهم على وجوههم والله، يعني حقيقه يعني. والله شهاده حق الراجل ده، نعم الناس. الله يحفظك. الله يبارك فيك. والله بتكلم بأمانة. دي شهاده طالعه من القلب وباينه ان هي طالعه من القلب. والله ولا ليا مصلحه ولا ليا حاجه. انا بس كل ما بحتاج حاجه باجي اخدها. ما شاء الله تبارك الله. وهم ما شاء الله عليهم سمعتهم منتشره يعني. ربنا يوفقه ويوسع عليه ان شاء الله. اللهم امين. نورت الدنيا ونورت مطروح. الله يحفظك. الله يحفظك. طبعا يا عم الشيخ ما شاء الله، حب الناس نعمه كبيره من عند ربنا. ربنا يجعلنا خير مما يظنون. امين يا رب. امين. عايزين نعرف الناس اللي ورا ده عسل ايه؟ انا في عسل صدر. عسل صدر جبلي؟ اي عسل صدر جبلي مطروح ولا بره؟ لا في ليبي. ليبي ها؟ في ليبي. ليبي كم الدرس رمنا شيخ؟ ليبي ده؟ هذا ليبي. كم؟ ده يا جماعه ده عامل 60. ده احسن حاجه للانيميا للناس اللي بتدور على حاجه للانيميا، الدبس رب التمر الليبي. ما شاء الله.
جزاك الله خير يا عم الشيخ، وشرفت النهارده بمعرفتك، وانا والله كنت جاي اصور الفيديو. زيارتكم سبحان الله، والله غير مقصوده، والله حتى اتكلمنا انا وهو، اتكلمنا انت على التصوير صح؟ ايوه صحيح، ايوه صحيح. قلت له انا اتحرك ده حالا هيجي برضه. ايوه ده حقيقي. طبعا الله يبارك حبيبنا ابو حنين، وعايزين نعرف الناس بس بقيه المنتجات بتاعتنا. طبعا احنا حبينا نستوفيكم برضو بالفيديو بالاسعار عشان الناس اللي بتسال عن الاسعار. نقدر نتكلم عن الطحينه. الطحينه الكيلو ب 200 جنيه سمسم صافي. كيلو ب 200 جنيه سمسم صافي. ايوه دي جوز الهند بدل 480 400 جنيه بس. تمام ما شاء الله، يعني الربع ب 100 كيلو. اه الربع ب 100 والكيلو ايه ب 400. 400 وبدل 480. بدل 480 عليك. هل لي وقت معين للتخفيض ده؟ لا احنا شغالين فيه، احنا شغالين في الوقت اللي نزل فيه الفيديو، يعني ملوش مده معينه. في حاجه ثانيه، زيت جوز الهند. ده زيت جوز الهند اكل شعر وبشره. ايوه الله نقي تبارك الرحمن. اه ما شاء الله. ثانيه زيت زيتون، زيت زيتون البكر الممتاز العصر الجديد الحمد لله احنا بدانا فيها 500 جنيه ما شاء الله. اتفضل لو عندنا توصيل طبعا جميع المحافظات. تمام. و في توصيل لجميع المحافظات. طب عايزين ارقام للتواصل يا شيخ. حاضرين. طبعا يا جماعه في منتجات كتيره، وفي صابون، وفي في للجميع. طب عايزين نقول للناس برضو من ضمن اسعار الصابون ايه اللي موجوده. اسعار الصابون من 40 ل 60. انواع بقى ايه يعني من 40 ل 60 يعني؟ من 40 ل 60. اه جميع النوعيات الصابون اللي بنات ذكر والفحم وعسل الكركم وجوز الهند وزيت الزيتون والغار وكل شيء. اه ما شاء الله ما شاء الله. كلها للشعر ولا للبشره وللشعر؟ للبشره، وطبعا كل بشره ليها استخدام طبعا او ليها احتياج، زي البنات ذكر ده شد البشره، الفحم للحبوب، حبه البركه، في كده يعني كلها كل بشره ليها احتياج وليها صابون معين. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيدكم من فضله. وانا اتشرفت جدا بحضرتك، وعايزين نحط بس للناس في النهايه رقم تليفون للتواصل معاك. عم الشيخ انت ان شاء الله في توصيل ولا مش توصيل؟ توصيل المحافظات عبر الرقم على الواتساب. يعني توصيل للمحافظات عادي في اي مكان. معلش قول قول رقم يا شيخ. 010-570-784 تاخد نفس سعر الكاشير كانك موجود في المحصله. انت هتوصل بس مصاريف الشحن تدفعها بنفسك. تمام. لو تمام. لو عميل من العملاء اخذ الحاجه وما عيرتوش او فيها مشكله يرجعها، واحنا على تواصل معاك. جزاك الله خير ان شاء الله. مش حاجه يا جماعه الضماني. انا يا جماعه الرقم اهو بعد ربنا سبحانه وتعالى. والشيخ لسه مش محتاج، والله ما انت محتاج. بفضل الله عز وجل في يعني هو يعني في مفاجاه هو عليها في التعامل مع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. والف شكر لحضرتك. وهوريهم بس ايه الصابون. بصوا يا جماعه ما شاء الله، دي طبعا كل حاجه وليها فايدتها، الفحم والبن الدكر والعسل والكركم. بس على خير باذن الله في فيديوهاتنا الجايه. وانا اتشرفت جدا بيك يا شيخ، وحقيقي حاجاتكم جميله والناس كلها بتشكر فيها، لذلك احنا جينا حبينا ان احنا نقدم لكم الفيديو من هنا، ووصفنا لكم المكان، وعندنا توصيل لجميع المحافظات. وان شاء الله خير، والف الف شكر. الله يسلمك. مع السلامه يا جماعه.